ماشي هي انت اختي واه كي ملي كان با الله يرحمه مسكين كنت كيقول لنا الاسم ديالك فين بودي تسكني؟ واه فين تسكني عاد تفهم. نسكن هنا في وجده في حي الحسن. حي الحسن هذا بحسب الله ما راني عارفه واش حي الحسن ولا اش هذا. المهم بديت وجده صافي. ملي كان الصاد ديالو صراحه ملي مات الناس بقات لي بقى هذا الشيء امانه في رقبتي وما قديتش. شحال عندك وليدات؟ عندي 3 جوج بنات والدري اللي راه في المعاق. كيولي معاق واه ها هو لا كارت نتاعو ها هو كلشي. دابا شنو محتاج انت شنو كطالبي؟ كان طالب الا كاين شي محسن بغيت ليه الجنه والرحمه لوالديه ما يعطيونيش لي دير الفلوس ولا ايراه اللي غير بسميتو غير نستقر غير نستقر غير نستقر وصافي. واه حكينا داكشي نتاع اللي ولادك كنت ديتهم الخيريه كيفاش عديتهم؟ ما قديتش كانوا صغيورين ما عنديش شكون يقبط لي وكنت تخدمي عليهم واش هذا. كنت كاريه بيت عاوتاني ما قديتش عاود تحول ثاني لهنايا كبروا دي السبت يخرج دي الاثنين جيب الحد كبروا قالوا كم ماما بغيناش خيريه خيريه صار خرجتهم لحقوا واحد المده خرجتهم رجعتهم داخليين انا ما تسمحوا لي ولا راني نكذب. طلعي منك اختي. مشيت للداخليه واحد النهار باش ندي لهم شي حاجه لقيت في داك الحيط نتاع الداخليه نتاع الجاحيط حيت مرقبين الاولاد تما قلت الرحمن نتاع الله صافي وانا نخرجهم صافي. بحال الاولاد البنات في هذيك القاعه نتاع الداخليه والبنات مرقبين انا ما قديش صافي. تما الصباح خرجتهم قلت لهم يجي واخا نسعه راهم قدام يعني واخا نسعه راهم قدام يوم تما وانا تنكحلو بصح دروك ما قديتش الكريا والمصاريف. شحال كريا؟ كريا انا واحد البنت 100000 غادي تخرج هذا الشهر غادي تخرج وانا ما عنديش باش نخلص 100000 انا غادي نخرج فهمت. فاش كتخدمي باش تفكري وليدات؟ مره الموقف مره هكا تمشي للميناج تلقى اللي يخلصك تلقى اللي يعطيك اللي بغا هاك فاهم حيت تكون حاصل كتقبل كل شيء. كاين اللي يعطيك 6000 كاين اللي يعطيك 5000 كاين اللي كل واش يعطيلك فهمت. شي خطره يباتو بلا عشاء لا سمح لي شي خطره لا يباتو بلا عشاء على رقبتي ما راني نكذب ولا شي خطره يباتو بلا عشاء هذا هو الواقع. زعما اذا كان طب من المحسنين اذا كان شي واحد اللي في قلبو الرحمه يرهل لي ما يعطينيش الفلوس غير يرهل لي حتى يقبضوا البنات ريسانهم ويدي الرهنيه ديالو. ديالك شحال شحال عندك واحد شحال في اللاج ديالها؟ البنت عندها راه طالعه في 19 وحده عندها 21 راه دير عاد الستاج نتاع الطبخ مازال لا كاينه لا خدمه لا والو. انا اللي خصني نجيب كلشي. كيقرا مزيان يقرا مزيان هذه اللي عندها الباك تقرا مزيان تجيب فوتت الباك واه يعني جابت تجيب 16 الفوق يعني تقرا ما بغيتش نضيعهم في الزنقه فهمت. قلت لها حاضر يجيب الله شي حاجه نبقى نبقى مستقر عليه مطيح في رجل الله هذا هو الواقع. انت انا هذا توفى كان عايش الزوج ديالك واه في كنتو عايشين؟ كنا عايشين مجيت الاطلس كان يخدم مزيان يتحرك غير فلاحه العروبيه المهم كان عيشكم مزيان. واه العروبيه كان معيش مليح والله. والعائله كيتوفى صافي العائله ما بقاوش يدوروا ما كاين حتى واحد ما كاينش حتى التليفون ما كاين حتى واحد حتى الساعه ما كيعيطوا ما والو ما كاين حتى حاجه. عندهم عمومهم عمومهم عندهم خوتهم بوم كان شويه كبير عندهم خوتو ما يدبروا فيهم حتى حاجه. خوتهم لاباس عليهم؟ ما كاينش لاباس عليهم باش ما نكذبش بحالي حتى هما يبيعوا غير الربع بس نهضروا الواقع يعني ما عندهم شي حاجه اللي يعاونوني بها. واخا حتى صله الرحيم ما كانش صله الرحيم واحد مره في الزمان الا كان شي عيد ولا ما كانش صافي هذه هي ما راني لا تسمحوا لينا هنا ولا عند الله الا راني نكذب في هذا الشيء الا راني شاهد هذا هو الواقع. قلنا لا حاضر يجيب الله شي رحمه من عنده بقى لي غير هذا الباب اللي ما تبقيتوش ما خليت حتى جمعيه كما الجمعيه اللي جيت لها كتقول لي بناتك كبار ما يستحقوش. مازال ما بغيتش بناتك واه زعما بناتك راهم كبار ما تسقيش الجمعيه الجمعيه ما تعطيلك والو بناتك كبار صافي وعيت ما بقيتش نمشي. انت شنو كنتي كطلبي من الجمعيه بالضبط؟ ايوا لا حضر عاونوني غير بشي ريبيطايمو بشي حاجه ماشي شي حاجه اللي كنت كنطلب زعما عاوني هكا بشي حاجه كيما كيعاونوا كاع الناس فهمت ماشي عاونيني بشي حاجه ولا هي بريبيطايمو ولا شي حاجه ماشي شي حاجه تنطلب كبيره ولا استفدتي من الخفه ديال رمضان؟ واه لا عطاوني عطاوني ما نكذبش يعني راه اليوم الدنيا غدا الاخر عطاوني صراحه. ايوا لا مشيت جبتها لراسي واه قيدوك وكلشي واه الحمد لله.
وما نكذبوش، حاجه اللي كاينه كاينه واللي ما كايناش ما كايناش. واه صراحه بالنسبه ل انت العائله، انت ماشي العائله ديال الزوج ديالك الله يرحمه، واه العائله ديالك انت هذيك العائله مقرفه بحالي با، كان غير حاجه غير يخدم في الواد الحار، ما كان حتى حاجه ما مخلي والو، واش يعاونني خوتك؟ ما عنديش خوتك، اه كاينين خوتي كلها كافي راسو على الخوت التركي، خوتك والله وما عطاوني محسنين ما نعيد، راني نقول لك خوك يمشي يجيب لك العيد بقى يبلاش، راني نهضر معاك نيشان والله. اليوم راه كل خو، اليوم كل خو راسو، الا ما عن... الا خطاتك الصحه ولا الجيم هزك الماء صافي. قلتي لي مشيتي فوتي وها شحال هذه، فهذه باش درتها ما تليش عاود ما تلقاش، مره كيجيب الله 20 درهم باش كندير تحت الفرماسيون برا. شنو عطاك قلب الميكرو؟ اه شنو عطاك الطبيب؟ واش تكنينه ولا شنو؟ ما عطاني حتى حاجه، ما عطانيش، قال لي عندك السكر 2 غرامات و11، بغيت ندير غير الريجيم انا، غير الحامض وناكل الزيتون وهذا، ما عنديش حتى باش ندير حتى التحليل الاخر. صافي بقيت من تما وانا هكاك، مره الحامض مره الزيتون مره. واش ما قالكش باش جاك السكر واش تحسبتي؟ واش ايوا راك عارف ماشي تعسب، ترى ملي كتنعس كتقول هادي هادي ما بزاف والله بزاف. واش تقول الله ينزل شي رحمه من عند الله وصافي. قلبي الميكرو. الله ينزل شي رحمه من عند الله وصافي. انت دابا ملي وليداتك وليداتك كيقراو مزيان، ابار الاول اللي مسكين داوي الاحتياجات الخاصه، هذيك البنيه ديالك كي كتجلسي معها شنو كتقول؟ كتقول لك راني باغي نخدم تحت معايا. واه كتقول تبات تحفظ وتطل تحفظ، والله تطل تحفظ وتبات تحفظ، تقول لك اما هادشي اللي راه حنا نشوفوه عليك، شي خطره تكون شي خدمه في شي دار نديها معايا هاك، وتبقى تقول لي ماما واش راكي تفوتي هاك، تقاد لي النهار احمر هاكا، تنقول لها معليش ما يهمش، راه غير نصيبو الناس يخدمونا، بنادم تيسوي بصحة قليله وبصر قليل ما تيبغيش يخدمك، فهمت؟ كتمشي للموقف مره كتخدم مره كتولي ما كت ما حتى الدرج هاكاك، ما كاين حتى حاجه. واش غادي دير؟ مشيت صرخت مشي للحبس، ما كاين ما يدار، صافي هذا هو الواقع. يعني كلشي اللي بان بقيتو بقى هذا الباب هو اللي بقى راني درتو، الله يجزي الرحمه من عندك. البنيه ديالك مسكينه كتقرا مزيان، كتقول لك غادي نخدم ونعوض الله، تقول لي غادي نخدم، تقول لي ندير مجهود غادي نخدم وغادي نحط كم الطار وكذا كذا، تقول لي نبقاش فلان مره راني طالعه راني في الطالعه في الستين، واش انا عاد نبقى حيه حتى نخدمي انت يا وتي؟ ان شاء الله لا، الناس راه نصوت حتى 100 واه، باش نبقى انا حيه تخدمي انت يا عاد وتبردي لي القلب، فهمت؟ والله اخويا شتي كامل هذا الشيء، ما تنخاف من الموت ولا كنخاف غادي نموت يبقاو برا، تقول لها حاضر غير اختهم تشد راسها بعدا تكبد خوتي ولا بغا تزيد موت، واه ما تخفوش خوتها، إذا كان نهار الحد ولا كانت شي خدمة ولا وديتها معايا كتقول لها ما تما تقديش تخدي تخدم، ولكن راكي غير تجاحدي. لا الميكرو راكي غير تجاحدي، تقول لها واش غادي ندير؟ ما كاين شي واحد دق علينا الباب وقالنا راكو هاكو غير خبزة ولا كون ما تخدمش ما الباب مبلع ما كاينش، شت ما كاينش. بس سنين انت هكا تخدمي واه واه سنين واه. شوف هاد الزوج ديالك شحال من 2008 خلا وليدات صغار، خلاهم كاع صغار يعقلوا عليهم ما عقلوش عليه، خلا كاع الكبير اللي عندها 21 من عندها 7 سنين، لزتهم وجدينا قلت له حاضر. انت الباين انت الماين انت كلشي 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 كلشي، بصح ما قديتش، علاش نخمم انا غادي تخرج هادي تقول لي مولات الدار خصك تاخذ كري الدار كامله ولا خرجي، فهمت؟ يعني انت كاع الماكله وداكشي ما ما والله ما شتنا ناكل الخبز والماء ويبقى الباب مبلع، باش نمشي نسكن مع الكرايه عندهم الرجال اخويا راك عارف، ما قديتش قلت لا حاضر نزل الله الرحمن عند شي محسن، غير ما بغيت حتى حاجه شي حاجه كبيره بزاف ما بغيتهاش، هي شي واحد الا قدرها اللي بسميتو ما يعطينيش الفلوس، هي نسكن هنايا ناري بيرزقو يقول لي دبري على راسك، هذا هو اللي كنطلب انا من الله ونزل الرحمه من قلب المحسنين، الا كانوا في قلوبهم الرحمه.